أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير بيلم العيلة كل سبت الساعة 4، هنتكلم معاكم عن الصحة والجمال، الثقافة والفن، الرياضة، الأطفال، الموضة والديكور وكل حاجة بتهمكم. البيت الكبير هنقدم لكم معلومة بسيطة ونصيحة سهلة، والنهاردة حلقة استثنائية جدا بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله هيكون معانا فرقة سما للإنشاد الديني، هتكون معانا الحلقة كاملة مخصصينها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإن شاء الله نقدر تتبسطوا معانا وتكونوا مستمتعين بالفقرة، وتكون الجديد في الإنشاد ونسمع منهم الجديد. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يظهره على بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء صدق الله العظيم. انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية في البيت الكبير. النهاردة واحتفالا بالمولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير، مستضيفين ومنورينا فرقة سما للإنشاد الديني. نرحب بيهم ويعرفنا، ومعانا الأستاذ أحمد رزق يعرفنا ببقية المجموعة. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. معانا أستاذ عبد الرحمن، ومعانا الشيخ ياسر رزق كرطوم. أهلا وسهلا. ومعانا أستاذ عادل أحمد، ومعانا أستاذ محمد هشام ميمو. أهلا بيكم. على الطبلة وعلى الدف. أهلا بيكم. منورين. أهلا بحضرتك. أنتوا اتجمعتوا إزاي؟ اتجمعنا إزاي؟ هم مبدئيا إحنا مكونين من كذا فرقة، يعني في البداية خالص بنبدأ كهواة. في اللي فينا تقابل في مدرسة الإنشاد الديني، في ناس تقابله في الأوبرا، وفي ناس بقى يعني معارف دراسة أو كده. إحنا عددنا أكتر من كده بكتير يعني، بس إحنا العدد ده بس المتاح دلوقتي، بس إحنا معانا ناس كتيرة تانية يعني في مختلف الأعمار يعني. طبعا. في ناس تعرفي في الدراسة زي ما قلت لحضرتك، وفي في معهد الموسيقى العربي كان في بندرس المقامات على القرآن الكريم والإنشاد الديني، مش على الغنى العادي يعني. بس فدي كانت طريقة تجمعنا يعني، وبرضو بنعمل أفراح وحفلات، فبرضو بنتعرف مع بعض وبيبقى فيها علاقات بيننا وبنتجمعنا بالطريقة دي. تمام. طيب التواشيح وفكرة التواشيح، هل هي ابتدت مع الشيخ النقشبندي بس؟ لا. ايه احكي لنا الحكاية. طيب بص حضرتك، احنا لو هنتكلم عن التواشيح والإنشاد الديني فهو بدأ أصلا من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول كان الصحابة بيقولوا الأشعار بتاعته بطريقة جميلة، وكانوا بيتغنوا بيها يعني، بعض الصحابة كانوا بيتغنوا بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع الشعر بتاع سيدنا حسان بن ثابت. وبعدين الموضوع تطور بعد كده إلى عصر التابعين، وبعدين في الدولة الأموية عبد الملك بن مروان كان بيحب يجمع المرشدين حواليه والمبتهلين، وبعد كده نظموا موضوع اللي هو نرتب الأناشيد الدينية دي والمرشحات دي مع بعض من الإيقاع وبعض من الموسيقى أو بعض ألوان الموسيقى يعني. تمام. وفي الدولة الفاطمية نفس النظام، وفي الموضوع يتطور لغاية ما وصل للشيخ النقشبندي والشيخ طه الفاشني، دول يمكن اللي كان الإعلام بدأ يظهر شوية، الراديو والتسجيلات. هو بدأ انتشارهم في مصر أو يعني الناس تتعرف عليهم بشكل قوي مع بداية النقشبندي والملحن بليغ حمدي. بالظبط كده. دي كانت البداية تقريبا من 92، أو بدأت معرفة الناس بيهم يعني. بالظبط. وكان في بقى إذاعة وكده يعني، كان في يعني بيتوصل للناس يعني إذاعة، وبعد كده تلفزيون. الحاجات دي وصلت للناس أكتر. دلوقتي طبعا السوشيال ميديا بتوصل أكتر وأكتر وأسرع يعني.
تمام صحيح. وبعدين لما بيبقى في حد مبدع في حاجه، انا الشيخ النقشبندي يعني ربنا يرحمه ابدع في مولاي، حتى الشعب المصري كله بيحبها، مش المسلمين بس يعني، كل الناس بتحب تسمعها في رمضان يعني. طيب فدي من الحاجات اللي ابدع فيها يعني. بمناسبه الشيخ النقشبندي ومولاي، هتسمعونا ايه؟ احنا هنبدا بحاجه اسمها روضه الهادي نبينا. تمام تمام الله اتفضلوا. روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزينا، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا قلب دورا زاده المولى سرورا، وجهه فقلب دورا زاده المولى سرورا، قد بدا في الكون نورا خير خلق الله محمد، يفتح الله العوالم بإمام للمكارم، بجميع الرسل خاتم بايع الهادي محمد. وشمسا في ضحاها هذه الدنيا نراها، في ضحاها هذه الدنيا نراها، في ضياء من محمد، يا حبيب المتقين وسراجا ومنيرا، يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. كلنا عونا معينا واجبنا بمحمد، رب لا تجعل عتانا تتمكن من أذانا، اكسهم ثوبا هوانا واجبنا بمحمد. الله 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 ايه الفرق بين الابتهالات والتوشيح؟ الفرق بين الابتهالات والتوشيح هو الفرق بينهم مش كبير، تمام؟ الى حد ما الابتهالات شويه ممكن يدخل فيها بعض من الايقاع والموسيقى، زي بعض الابتهالات اللي كان بيعملها الشيخ طه الفاشني او الشيخ النقشبندي، تمام؟ لكن التوشيح بتكون حاجه حره، المنشد او المبتهل بيقول فيها براحته خالص، زي كده الابتهالات بتاعت الفجر او الابتهالات اللي بنسمعها قبل الفطار في رمضان، سواء قبل الفجر في رمضان او قبل الفطار في رمضان. فالابتهالات الى حد ما
بتبقى حره شويه، لكن التواشيح ممكن يدخل فيها بعض من الايقاع او الموسيقى. تمام. طيب هنقول مرحلة تانية من مراحل التواشيح أو الابتهالات أنت هتسميها لنا هي إيه؟ مع في البداية من ما طلعت شمس ولا غروت لجلال الرومي لما لحنها عمر خيرت، هل دي كانت نقلة تانية أو للتواشيح أو للابتهالات؟ والله هي مش نقلة تانية، بس هي إضافة قوية. تمام. إضافة قوية، يعني موسيقار كبير لحن حاجة زي كده. تمام. حتى يعني السيناريست عبد الرحيم كمال لما جابها له وقال له احنا عايزين نشتغل دي ونلحن دي، قال له لا دي حاجه مش طبيعيه، انت كده يعني ممكن توقعني في مشكله، يعني مع ان هو موسيقى، يعني من انه راجل يعني ليه باع في الموسيقى وراجل موسيقار كبير قوي يعني. طيب. بس قدر ان هو فعلا يطلعها بشكل كويس جدا، كل الجمهور تقريبا تقبلها يعني، او اغلب الجمهور تقبلها، وكان يعني اضاف عليها طابع كويس جدا يعني. يعني نقدر نقول ان عمر خيرت وبليغ حمدي هما الاثنين دول اساس التواشيح او اساس التلحين للتواشيح في مصر؟ نقدر نقول ان هم اضافوا اضافه كبيره. اضافوا اضافه كبيره في العصر الحديث، خصوصا مع انتشار زي ما بقول لحضرتك وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. لكن طبعا كان في ناس زمان اصواتها جميله جدا، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو داود ابو موسى الاشعري، قال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. يعني سيدنا داود كان ليه اصوات كثيره جدا، وكان بيقرا الزبور باصوات جميله كثيره يعني. فطبعا كان في الحان جميله جدا كتير زمان، ولكن دي كانت اضافه قويه ونقط فارقه في تاريخ التواشيح والابتهالات والانشاد الديني عامه يعني. طيب قول لي يا استاذ احمد، انتوا اهم الحفلات اللي انتوا عملتوها ايه؟ يعني اهم الحفلات، احنا عملنا حفله في شبرا، منطقه شبرا مصر، وعملنا حفله في منطقه شبرا خيمه، وعملنا حفلات في ساقية الصاوي. تمام. وطلعنا بقى في بعض القنوات التلفزيونيه يعني. تمام. دايما في الحفلات او في الحفلات والمواقف دي بيحصل مواقف نقدر نقول عليها فاني، او نقدر نقول عليها يعني حسب تقييمك انت. فايه ايه يعني، هل حصل لكم مواقف في الحفلات دي او يعني حاجات نقدر نقف عندها؟ هو حصل موقف، وهو كان في فرح مش في حفله، احنا برضو بنعمل بعض الافراح يعني. فكنا شغالين وكان الموضوع العريس عامل فرح في الشارع، ففجأة النور قطع، الكهرباء قطعت، وحظنا ان كان معانا المايك اللي هو بيشتغل بدون سلك. تمام. اللي هو الوايرلس. بالظبط. بس فبدأنا نقول، وكان معانا بعض المنشدين اللي اصواتهم قوية، والحمد لله كملنا الفرح ومفيش يعني حوالي 10 دقايق والنور رجع تاني، والحمد لله كملنا الفرح على خير يعني. الحمد لله. وفي مرة تانية في حفلة برضو كنا واقفين على المسرح وكان في أطفال كتير جدا، فمن كتر إعجابهم، كان في فقر الأطفال برضو، من كتر اعجاب الناس بالحفله وبالاناشيد والاغاني الجميله بنقدمها يعني، كلنا سالت لنا على المسرح، فما بقيناش عارفين نتحرك. طبعا كنا يعني المفروض ناخد بعضنا ونمشي. بمناسبه الفرح بقى، سمعنا ايه تاني؟ احنا هنقول دلوقتي حاجه جماعيه. تمام. اسمها الله الله على نور رسول الله. ان شاء الله. اللهم صل على وسلم. الله 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 رسول الله 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 على
أتمنى تكونوا مستمتعين معانا بالفقرات اللي بنقدمها. انتظرونا لسه موجودين معانا فرقة سما بعد الفاصل. أهلا بيكم مرة تانية في البيت الكبير. هنكمل فقرتنا مع فرقة سما للإنشاد الديني. منورينا تاني وساعدنا جدا بيكم، وإن شاء الله نكمل الحلقة ونكون مبسوطين أكتر. أستاذ أحمد، سؤال كده في السريع، المفروض الأوبرا من الجهات اللي يعني بتتبنى الحاجات الجديدة والأفكار الجديدة والناس الجديدة، يعني انتوا ليه ما بتطردوش هناك؟ احنا رحنا مرة أو مرتين وبنحاول يعني نتواصل معهم بشكل كويس، تمام، بحيث يعني نطور من نفسنا أكتر وبحيث نعمل حفلات هناك، تمام، لكن ما لسه ما وصلتوش لمرحله ان انتوا تعرضوا هناك، يعني بشكل رسمي وبشكل دوري مستمر؟ لا لسه، يعني ان شاء الله الفتره الجايه هنوصل لده. طيب لو قلنا فرقه سما، فين من الشيخ ناصر الدين طوبار، النقشبندي، الكحلاوي، ووائل الفشن، نحط في مين، نحطكم فين؟ واحنا في احنا في يعني يعتبر الجيل الجديد، الجيل الحديث بتاع الكحلاوي يعني، وبعض الحاجات برضو يعني بعض الناس اللي اشتهروا شويه برضو بالانشاد الديني زي محمد ثروت وغيرهم يعني، بس نقدر نقول في الجيل الجديد شويه. طب في تطوير ولا احنا ماشيين على نفس النمط؟ لا، في بنحاول شويه نطور في التوزيع، يعني ما بناخدش الحاجه كوبي بيست نحطها زي ما هي، بنحاول نتواصل مع بعض الموزعين يغيروا لنا شويه في التوزيعات، بنحاول نجيب حاجه من التراث ونعملها ألحان جديدة وتوزيع جديد يناسب الإنشاد الديني يعني وقار الإنشاد الديني. جميل جدا. يعني يعني احنا بنطور في المقامات كمان ولا احنا او بنغير المقامات اللي الناس شغالة عليها؟ بنغير يعني، بس بنغير طبعا مش بنقدر نخش في كل حاجة، عشان يعني ايه زي ما بيقولوا كده لكل مقام ايه مقال يعني، فالمقامات كلها مش كلها بتمشي مع الإنشاد الديني قوي يعني. طيب انتوا المقام الغالب على شغلكم مقام ايه؟ مقام الكرد عندنا، ومقام السيكا ممكن، تمام، احيانا الصبا، يعني احيانا الصبا بيبقى موجود برضو معانا، تمام، نهواند في بعض الحاجات، لان نهواند شويه مايل اكتر للغربي، فمش هيمشي او برضو مع الانشاد الديني يعني، تمام. طيب الكحلاوي من المغنيين طبعا المشهورين جدا واصحاب الصوت القوي، لما قرر ان هو يقدم انشاد ديني، انت شايف ان هو فرق في الـ في الـ في الجزء بتاع الانشاد الديني عن الغنى؟ هو فرق شويه في ان هو دخل بعض الالات الموسيقيه بزياده شويه على الانشاد الديني، يعني هو لحد ما بقى شبه شويه الغنى مع اختلاف الكلمات وبعض الالحان يعني. يعني نقدر نقول ان هو جدد ولا نقول ان هو مشي في طريق تاني لوحده؟ لا، مشي في طريق تاني لوحده. طب انت معلش بقى، يعني خلينا نسال السؤال بشكل تاني، انت بتعتبر ده او لا انشاد ولا غنى؟ بعض الحاجات اللي عملها انشاد وبعضها غنى، لما الموسيقى بتطغى على الانشاد الديني وانواع معينه من الموسيقى اللي هي ممكن يعني تخرج الانشاد الديني عن الوقار بتاعه، بيبقى غنى بحت، يعني بيفرقش غير في الكلمات فقط بس. هيفرق في الكلمات فقط، لكن بعض الناس للاسف ممكن تسمع الكلمات دي تقعد ترقص. يعني مع الالحان دي، يعني مع الكلمات تبقى حلوه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاجات تانية، وتتحول ان هي تبقى رقص مثلا، هتبقى شبه الغنى بالظبط. يعني انت شايف ان هو ماشي في اتجاه تاني خالص لوحده في بعض الحاجات، بعيد عن فكره يعني التواشيح في بعض الحاجات. في بعض الحاجات مش في كل حاجه، يعني هو ابدع في بعض الحاجات طبعا، بس حاجات تانية يعني كانت شبه الغنى اكتر. يعني وضح لنا. طيب يعني زي ايه؟ يعني ادينا حاجه من الحاجات اللي هو اخذها في اتجاه تاني. زي ايه؟ مش متذكر قوي عشان ما اكذبش على حضرتك، بس يعني لو رجعنا للاغاني بتاعته هنلاقي ان في حاجات كده وحاجات كده. لجنة النبي نعتبرها ايه؟ لا، لجنة النبي انشاد. جميل. طب ما شاء الله. طيب هتسمعنا ايه بقى بمناسبه لجنة النبي؟ هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، حاجه شبهها شويه كده، اللي قلنا لنا استاذ عبد الرحمن. اتفضل استاذ. اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك.
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. تسلموا. ربنا يخليك. قول لي يا احمد، انت شايف ان التواشيح او فن التواشيح واخد حقه في مصر؟ للاسف لا. ايه يعني ايه الخطوات اللي انت شايف ان هي ممكن تكون مطلوبه علشان المجال ده او القطاع ده من الفن يوصل ويبقى واخد حقه كويس؟ محتاجين ان المنتجين يركزوا شويه على الاصوات الجيده ويبداوا يعملوا لها شغل، ويبداوا يتعاقدوا مع ملحنين وموزعين ان هم يطوروا. احنا عندنا كلمات كتيره جدا جدا نقدر نشكلها ونعمل بيها شكل جديد حلو للانشاد الديني والغناء الديني يعني. فانا شايف المنتجين ليهم دور مهم جدا ان هم يعملوا سبوت لايت كده او يحطوا الضوء على كل المرشدين اللي طالعين جداد. هم اكيد طبعا بيحضروا يعني، اكيد بيحضروا بعض الحفلات او بعض التهالات الدينيه او بعض بيسمعوا بعض الاناشيد وبيشوفوا على الفضائيات او على السوشيال ميديا بعض المنشدين او بعض المبتهلين او بعض المغنيين الدينيين يعني، اللي بيغنوا غنى ديني او طرب ديني او ابتهالات او اناشيد او تواشيح ايا كان يعني اللون اللي بيتعمل يعني. محتاجين نحط الضوء شويه عليهم، محتاجين المنتجين يبصوا لهم شويه،
الموضوع الموضوع يعني كويس برضو، يعني مش الغنى بس اللي بيجيب دخل او فلوس كتير. يعني ما هو ممكن يكون المنتجين الناس دي انهم مش شايفين في جديد، يعني اغلب الكلمات اللي موجوده بتبقى كلمات تراثيه او اناشيد تراثيه وهي من التراث. هل في تجديد بقى كمان في الكلمات، ولا انا ما هو انت بتقول لي انا عايز تجديد والمنتجين يبصوا لي والناس تشوفنا وتسمعنا. مزبوط. طب ما هو انا اوريدي انا باخد كل الحاجات القديمه. تمام، هل انا عندي التراث القديم ده؟ ما هو مش احمد بس الموجود على الساحه، في احمد وغيره وفي ناس كتيره جدا موجودين بيقدموا النوع ده من الفن. هل في تجديد؟ هل في ناس بتقدم كلمات جديدة؟ في ناس بتقدم كلمات جديدة رغم ان القديم اصلا كتير جدا، يعني رغم الاشعار القديمة اصلا في المدائح النبوية وفي المدائح الربانية ممكن تكون تقيلة، هم بيشوفوا ان هي كلماتها تقيلة. عشان كده مش اي يعني مش اي ملحن او اي موزع بيعرف يشتغل عليها ممكن. بالظبط، يعني هو ده اللي احنا قصده، ممكن يكون عشان ما فيش تجديد حتى في الكلمات او بتناسب الوقت الجديد. مع احنا كده محتاجين حاجتين، زي ما حضرتك بتقول، يعني محتاجين حاجتين، محتاجين ان الملحنين والموزعين ان هم يحاولوا شويه يطوروا من نفسهم ويوصلوا، يعني يطلعوا شويه للكلمات اللي ممكن تكون تقيله عليهم شويه، ومحتاجين برضو ان الناس الجديده برضو تالف لنا حاجات جديده سهله وبسيطه على الناس. يعني ممكن بعض الالفاظ في الاشعار او في الاغاني او كلمات الاغاني ممكن نغير لفظ بلفظ الناس يعني مستساغاه او بتفهمه. تمام، يعني في حاجات ممكن كتير من الناس ما تفهمهاش، يعني هو ده اللي انا اقصده. الوقت كتير من الناس على اللغه العربيه. مظبوط، لو احنا جبنا حاجات مثلا بالعربي قلنا هنعملها، يبقى انا لازم اوصل لمستوى معين وفئه معينه تسمعني، فاكيد مش هبقى مقبول على في الوسط أكيد بشكل أكيد. أو للناس بشكل عام. يعني مظبوط، ممكن نفس الكلمات نغير الالفاظ اللي هي ممكن، او الكلمات اللي مش يعني نفس الاشعار نغير الكلمات اللي هي ممكن تبقى تقيله شويه على ذهن الناس. واحنا بالفعل بنعمل كده، يعني بعض الحاجات اللي احنا بنقولها بنشيل الكلمات اللي ممكن نحسها تقيله ونغيرها بحاجه نفس الوزن، يعني نفس الوزن بتاعها من غير الفرقه نفس الحروف. قول لنا ايه الجديد اللي ممكن نقدمه في حاجه بسيطه قوي؟ الجديد اللي ممكن نقدمه بمعنى، معلش، يعني الجديد اللي ممكن نقدمه. المخرج بيقول لك انت وعدتني بمولاي. لا بس دي هخليها، دي محتاجه لها حلقه خاصه. المخرج دلوقتي بيقول لك انت وعدتني بمولاي صوره مزيكا من غير مزيكا. لا انا اقصد انت بتقول ان في كلمات جديده، هل انتوا يعني انتوا فعلا بتتم يعني بتدوروا على كلمات جديده؟ هل انت عندك حاجه بتتقدم جديده في كلمات جديده بعيدا عن التراث، عن الاغاني او الاناشيد التراثيه؟ في ناس بتقدم حاجات جديده فعلا، وبندور ان احنا نسعى ان احنا نلاقي حاجات جديده مميزه عشان تسمع مع الناس. يعني ممكن يعني في ناس بيسمع كلمات وممكن يجي يكتب حاجات شبهها شويه. طيب احنا بيقولوا لك دلوقتي مش هتكمل الا لما تسمعنا جزء صغير من مولاي من غير جاهز يا شيخ ياسر؟ انت وعدته جاهز؟ طب يلا اديله المايك، الشيخ ياسر بقى هو اللي هيقول لنا مولاي. تمام، مع الشيخ ياسر جزء صغير من مولاي. اتفضل يا شيخ. اني ببابك مولاي، اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك بنور وجهك إني عائد وزين، ومن يعود بك لن يشقى إلى الأبد. بنور وجهك إني عائد وأجل، ومن يعود بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا فأنت لي شغل عما يرى جسدي،
عايش في رضا. تحلو مرارة عيش في رضا. تحلو مرارة عيش في رضا. قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي. شكرا لك شيخ ياسر، تسلم، ربنا يكبرك. بصراحة هي حلقة ممتعة جدا ومبسوطين بيكم. قل لي يا أستاذ أحمد، حدود الإنشاد الديني، في ناس مشهورة برا مصر؟ يعني في الموضوع لو حبينا نوصل بيه برا مصر، هل في ناس معروفة فعليا، ولا انتوا بتسعوا ان انتوا تطلعوا برا مصر كمان؟ يعني احنا عندنا مشاكل جوه مصر، هل انتوا مسموعين جوه مصر برا مصر؟ انت عايز حضرتك كمصريين يعني ولا لا عالميا يعني؟ لا بشكل عام عالميا الإنشاد الديني موجود. موجود خصوصا الـ يعني عند بعض المتصوفين، يعني الجلسات الذكر وجلسات الانشاد الديني موجوده في المغرب، موجوده في كل الدول العربيه، في تونس، موجوده في الجزائر، موجوده في سوريا. ربنا يعني يلطف بيهم جميعا يا رب، ويجعل بلدهم امن يا رب يا رب. فموجود في كل مكان، بس هو طبعا محتاج يتحط برضه ضوء عليه اكتر، لان الاغاني برضه العاديه محطوط الضوء عليها هي اكتر برضه. لكن الانشاد الديني مش اي حد بيهتم بيه يعني. ختاموها مسك، وانت هتسمعونا ايه في اخر الختام؟ نقول طلع بدر علي. اتفضلوا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا أدعى الأمر المطار.
بصراحة الوقت عدى بسرعة جدا، وكنا نتمنى ان يكون الحلقة اطول من كده بكتير. نتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا معانا زي ما احنا اتبسطنا بوجود فرقة سما، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كل سبت الساعة 4. نورتونا، ونتمنى ان احنا نكون اسعدناكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم السبت القادم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.